الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وإمامنا محمد ذي الخلق العظيم. وبعد، قال البراء بن عازب رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. متفق عليه. انتهى قلت. قال بعض أهل العلم إن في هذه السورة قسم بمواضع الرسالات الكبرى الثلاث، وهي الإسلام بمكة، واليهودية بطور سيناء، والنصرانية ببيت المقدس بلد التين والزيتون، كما ذكر ابن كثير. قال الطبري عن مجاهد في قوله: والتين والزيتون، قال: التين الذي يؤكل، والزيتون الذي يعصر. ثم قال عن عكرمة في قوله: وطور سينين، قال: هو الحسن، وهي لغة الحبشة، يقولون للشيء الحسن سينا سينا. ثم قال: وقيل الأمين ومعناه الآمن. قال القرطبي عن مجاهد: ثم رددناه أسفل سافلين إلى النار، يعني الكافر. قال ابن كثير: أي إلى النار. قاله مجاهد والحسن وأبو العالية وابن زيد: أي بعد هذا الحسن والنضارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل. ولهذا قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال بعضهم: ثم رددناه أسفل سافلين إلى أرذل العمر. وروي هذا القول عن ابن عباس وعكرمة، حتى قال عكرمة: من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. واختار ذلك ابن جرير. ولو كان هذا هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك، لأن الهرم قد يصيب بعضهم. وإنما المراد ما ذكرناه كقوله تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال الطبري: وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة قول من قال معناه: ثم رددناه إلى أرذل العمر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في حال صحتهم وشبابهم، فلهم أجر غير ممنون بعد هرمهم كهيئة ما كان لهم من ذلك على أعمالهم في حال ما كانوا يعملون وهم أقوياء على العمل. قال ابن العربي في أحكام القرآن الصغرى: كان عيسى بن موسى يحب زوجه حبا شديدا، فقال لها يوما: أنت طالق ثلاثا إن لم تكوني أحسن من القمر. فاحتجبت منه وقالت له: طلقني. فذهب إلى المنصور وأخبره الخبر، وقال له: يا أمير المؤمنين، إن تم علي طلاقها تلفت نفسي غما. فاستحضر الفقهاء واستفتاهم، فقال جميع من حضر: طلقت إلا رجلا واحدا من أصحاب أبي حنيفة فإنه سكت. فكلمه المنصور في ذلك، فقال له الرجل: والتين والزيتون، إلى قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم قال: يا أمير المؤمنين، لا شيء أحسن من الإنسان. فرد المنصور المرأة إلى زوجها، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.